اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرتنا الثالثه والاخيره. وزي ما اندرو كان بيقول قبل الفاصل، كتير من الاباء والامهات بيواجههم مشاكل في تربيه اولادهم، ان هم يكون مثلا الطفل عنده حاجه نفسيه او عنده ضيقه نفسيه او مرض نفسي، والاب والام ما يعرفوش. ممكن يقول لك ان ده طفل، ده ايه المرض النفسي اللي هيكون عنده طفل صغير؟ هو ده يعرف يعني ايه حاجه نفسيه؟ هو ده عنده نفسيه اصلا بتتاثر ولا لا؟ حاجات كتيرة جدا وجدال كتير جدا حوالين الأطفال. هي الأطفال بتتأثر زينا؟ هي الأطفال ممكن يحصل لها مرض نفسي فيأثر على حياتهم بعد كده؟ كل ده هنعرفه مع دكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية ومستشار التربية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم. ازاي حضرتك يا استاذه نرمين؟ ازيك يا استاذ اندرو؟ اهلا بحضرتك يا فندم، منورانا. منورانا. يعني كنا زي ما كنا بنقول من شويه، الاطفال والاباء والامهات يجي يقول لك الطفل وده عنده نفسيه تتاثر زينا. هو احنا ممكن ان احنا الاطفال اللي يكون عندها حاجه نفسيه واحنا ما نعرفش؟ بالتاكيد طبعا. في عندي علامات كتيره جدا بتبين ان الطفل ده ممكن يكون عنده مشكله. وبعدين هو احنا دايما المفهوم العام عند الناس ان المشكله النفسيه دي ممكن تيجي نتيجه صدمه، نتيجه مشاكل في الحياه عموما، لكن لا، الموضوع اكبر من كده. وقصه المشاكل النفسيه سواء اضطرابات او امراض دي ليها باع كبير جدا لازم نهتم بيه. وبقدر اهتمامنا بيه وبقدر الاكتشاف المبكر ليه من البيرنتس او من الاهالي، بقدر ما بنقدر نعالج المشكله بدري جدا يعني. طيب يا دكتور، لو هندخل بقى في الموضوع ونتكلم بالتفصيل عن المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه الاطفال في السن ده، عادة في مشكلتين بيكونوا مرتبطين ببعض جدا، مشكلة فرط الحركة ومشكلة تشتت الانتباه. مشكلتين مرتبطين ودايما بيجوا مع بعض، يعني لو بنتكلم عن واحدة منهم لازم هنذكر التانية. فإيه اللي بيخلي إن الاتنين دول ليهم علاقة ببعض، وإزاي أتعامل معاهم لو شفت ده في طفل؟ شوفوا، هو بمنتهى البساطة عشان الناس ما تبقاش حاطة في دماغها ان دول مشكلتين مع بعض او ان دول مرضين مع بعض. هي الفكرة بمنتهى البساطة ان لو حضرتك مش مركز اكيد هتبقى فاقد الانتباه. اكيد لو حضرتك بتتحرك كتير او بتعمل عمل يستدعي ان انت تطلع اي طاقة حركية، طبيعي ان انت مش هتبقى منتبه للحاجة اللي بتحتاج الى الهدوء والسكينة اكتر. لذلك في ارتباط شرطي ما بينهم هما الاتنين. طبيعي ان الطفل اللي بيتحرك كتير مثلا في الفصل اكيد مش هيبقى مركز الميس بتقول ايه، الا اذا كان عنده بقى ذكاء حركي او عنده ذكاء سمعي بيخليه فعلا يستوعب الكلام حتى وهو بيتحرك. تمام. يبقى اذا الارتباط ما بينهم ما يخلينيش احط في دماغي ان الطفل ده عنده مرضين، لا، هي المشكله واحده ولكن هي يعني ريليتد لبعضها يعني. تمام. طيب دكتور، يعني فرط الحركه ده ممكن نفسره مثلا ان هو طفل شقي، يعني دي شقاوة مثلا، ولا هو فرط الحركة بتكون ايه اسبابها؟ شوفي، احنا المفروض عشان نكون بنفكر بطريقة علمية، احنا عندنا ثلاث مستويات من الحركة للأطفال. الطفل الهادي الزيادة عن اللازم ده الناس ما تفرحش بيه قوي، عشان برضو نقول لينا واللي علينا. الطفل اللي هو الهادي اللي ساكت ده ما نفرحش ونقول الله ده هادي، ده ساكت، ده جميل، لا خالص. بالعكس، المفروض الطفل اللي يبقى بيتصرف تصرفات غير طبيعية بهدوء غير عادي، ده لازم فورا اروح بيه للدكتور المختص. تمام. المستوى الثاني وهو مستوى بقى الشقاوة اللي حضرتك بتقولي عليها دي، اللي هي الكلمة الدارجة بالنسبة لنا، انه حد بيتحرك كتير، حد بيتشقى شويه، برضو ده العادي بالنسبه لي، مفيش اي مشكله خالص. لان الطبيعي يا جماعه، احنا بالبلدي حتى بنقول ده عيل، يعني احنا ليه دايما بناخد الطريق في حته تانية نخاف بيه ونخوف اولادنا نتيجه المصطلحات العلميه الكتير اللي بقت منتشره على الفيسبوك دلوقتي. طبيعي انه يكون بيتحرك، طبيعي انه يكون بيلعب، طبيعي انه يكون بيتشقى، كل ده مفيش فيه اي مشكله خالص. امال المشكله اللي بنتكلم فيها دلوقتي تيجي منين، واللي هي اللي بترقى بقى الى مستوى فرط الحركه؟ ان يكون الموضوع بشكل اوفر، ان يكون الطفل ده ما بيقعدش فعلا حرفيا، ان يكون الطفل ده بيتململ من اقل حاجه ممكن تكون روتينيه اثناء اليوم، ان نكون احنا قاعدين على طاوله الطعام مثلا، ان كانت سفره او اي ترابيزه بناكل عليها، واتفاجئ ان هو حتى اثناء الاكل قايم وبيقعد على الكرسي، وبيقعد يعني بيقعد على ركبه فوق الكرسي او بيلف حوالين الكرسي اللي هو بياكل عليه، لا دي بقى حاجه كده مش طبيعيه. لما يتقال مثلا في الكلاس بتاعه من خلال المدرسه ان هو برده ما بيقعدش على الشير بتاعه بشكل ملتزم، ان هو بيتحرك كتير، ان هو بيلف كتير، ان هو بيبص في اي اتجاه تاني غير انه يكون عنده تواصل بصري بشكل كافي،
مع المدرسة، لا ده كده بقى الموضوع دخل في حتة تانية. لما تكون الشقاوة تصل إلى حد الإيذاء سواء للنفس أو للغير، لا ده كده مش طبيعي، تمام؟ فعشان نقدر إن إحنا نفرق، هو لا المفروض إن الطفل يبقى شقاوته شقاوة عط نورمال تصل إلى حد إنه يبقى مش طبيعي، إن هو على طول واقف، على طول بيتحرك، على طول ملل من كل حاجة حواليه، ولا برضو طبيعي ابدا ان هو يفضل قاعد على طول وما بيتحركش وحركته هاديه زياده عن اللازم. يعني خلينا دايما في الايه الوسط ما بين الاثنين، ده الطبيعي بالنسبه لي. طب يا دكتور، هو الطفل بيتولد بموضوع فرط الحركه ده، ولا ممكن يكتسبه مع الايام من خلال اصدقائه في المدرسه او من خلال حد قريبه عنده نفس المشكله؟ دي نقطه. النقطه الثانيه كمان عايز اسال حضرتك، لو لقينا بقى الحاجات اللي حضرتك بتقوليها دي في ابنائنا وعنده فرط حركه زياده، ولاحظنا انه الموضوع اب نورمال او مش طبيعي، ازاي بقى نتعامل معاه وازاي نواجهه؟ لا، هو بداية اضطراب فرط الحركة ما بيجيش وليد اللحظة، يعني صعب ان طفل يتولد نورمال وبعد كده يتحول لاب نورمال، لا. او استخدام السوشيال ميديا زي ما بيقولوا كده، وانه يمسك الموبايل يجيله توحد ولا يجيله لا لا لا، عشان بس الكلام ده كله مش علمي اطلاقا. اضطراب فرط الحركة تحديدا دونا عن حاجات كتيرة جدا من صعوبات التعلم، هو طبعا احنا بنحطها تحت بند صعوبات التعلم، عشان الناس متخيلة ان صعوبات التعلم دي ممكن تبقى تأخر عقلي، لا، او ان صعوبات التعلم اللي هي حاجه بتعيقه عن التعليم فبالتالي عنده اعاقه حركيه او اعاقه ذهنيه، لا، ما هو ممكن برضو فرط الحركه او نسبه الذكاء الاعلى ممكن تكون برضو في حد ذاتها بتؤدي الى صعوبه من صعوبات التعلم، لان هو مش قادر يتواكب مع الاخرين، مش قادر يكون عنده استابيليتي في ان هو يقعد ويفهم ويركز، كل الحاجات دي تعتبر بالنسبه لي برضو من ضمن صعوبات التعلم. طيب لكن الطفل بيتولد بيها، الطفل بيتولد بيها، ودي بتبقى عاده نتيجه نسبة الرصاص الزيادة اللي ممكن تكون في الدم، أو نتيجة بعض العقاقير، وطبعا دي نتيجة بقى الأسمدة والتسميد الخاطئ للزراعة وعدم غسيل الخضروات بشكل كافي، استخدام بعض الأواني للطهي غير صحية، كل الحاجات دي بتعمل ترسيب الرصاص في المخ، أو نتيجة أخذ بعض العقاقير أثناء فترة الحمل من الأم، دي برضو أحيانا بتسبب نفس المشكلة دي يعني. طيب دكتور، ده كده اتكلمنا عن فرط الحركة، تشتت الانتباه بقى، ده يعني تشتت الانتباه بيكون ايه السبب وفي سن قد ايه يا دكتور؟ شوفي، ما احنا زي ما قلنا في الاول، هو يعتبر تشتت الانتباه بالنسبة لنا هو ريليتد لمشكلة فرط الحركة بالظبط. يعني هو طبيعي ان هو عنده حركة مفرطة، فطبيعي اللي عنده حركة مفرطة اكيد مش هيبقى مركز بشكل كافي. زي ما قلت، احنا المفروض ان احنا نميز ما بين ان هو طفل بيتشقى الشقاوه العاديه، وما بين ان هو يكون عنده فرط حركه وتشتت انتباه، او ADHD زي ما بنطلق عليه. فكره تشتت الانتباه اللي توصل الطفل لمرحله ان هو ممكن ما يركزش في اسمه، او ان انا مثلا انده له فيبقى رد الفعل بالنسبه له مجرد ايماء بس كده وما يكملش، او ان انا انده له واطلب منه حاجه والاقي ان هو نسيها تماما نتيجه ان هو مشغول في اي حاجه تانية، او ان هو ما يكونش عنده تحصيل للدروس العلميه بتاعته بشكل كافي رغم سهوله المسائل اللي بتجيله، او رغم استيعابه للمسائل دي بشكل كافي. كل الحاجات دي بتوضح لي ان في مشكله. برضو احد الحاجات اللي بتبان قوي عند الاطفال الصغيرين هي فكره سرعه الاجابه قبل ما تكوني انتهيتي من السؤال. يعني في اطفال تقعدي تقول لهم ادوني فرصه اكمل السؤال للاخر، هو ما بيديش فرصه اصلا نكمل السؤال وبيبتدي ان هو يجاوب على طول. برضو السرعة في الرد دي برضو أحد أعراض تشتت الانتباه وفرط الحركة. لو إحنا قدرنا إن إحنا نجمع الحاجات دي كلها أو جزء كبير منها على الأقل، هنقدر إن إحنا فعلا ناخد إجراء صحيح مع الطفل ده، نعرف هنأكله إيه، روتين يومي اليومي بتاعه إيه، ناخد بالنا إزاي، نتجنب حتى الإنجاب بعد كده بشكل خاطئ، إيه الحاجات اللي إحنا ناخد بالنا منها قبل الإقبال على مرحلة طب الحمل. طب يا دكتور، قبل ما نروح للنقطة دي، لأنها نقطة مهمة جدا، عايز أسأل حضرتك في حاجة تانية. هو حضرتك قلتي إنه المشكلتين فرط الحركة وتشتت الانتباه تقريبا مرتبطين ببعض، لكن ممكن حالة من الحالات مثلا تظهر قدامنا إنه الطفل يكون قاعد هادي وبيتفرج على تلفزيون أو بيتفرج على يوتيوب على الموبايل أو مسحول في أي حاجة مثلا ليها علاقة بالمذاكرة أو أيا كان،
والأب أو الأم يبتدوا يتكلموا مع أطفالهم لكن الأطفال مش بيردوا أو عندهم تشتت انتباهي. عايز أقول لحضرتك أنه مش لازم يعني يكون في فرط حركة أو مش لازم يكون بيلعب أو بيعمل حاجة، ممكن يكون قاعد هادي لكن هو مش مدرك أن في حد بيكلمه أو مش واخد باله أن في حد بيكلمه. في الحالة دي أتعامل إزاي أنا كأب أو أم؟ أبتدي أتعامل إزاي بقى مع أولادي سواء في يعني تشتت انتباه سواء في فرط حركة أو ما فيش؟ طيب هو أنا أحييك طبعا على اللي حضرتك قلته ده، أنت يعني ما شاء الله عليك يعني شكرك. هي الفكرة في اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي دايما بيعمل اشتباه عند ولي الأمر بفكرة أن الموبايل بيعمل فرط حركة وتشتت انتباه، لأن احنا للأسف دايما عندنا إيه تلصق ما بين الاثنين. خليني أقول لحضرتك أن أحيانا بعض الألعاب الإلكترونية أو التركيز على المنصات السوشيال ميديا والألعاب اللي موجودة دلوقتي اللي من غير ذكر أسماء يعني منتشرة بشكل كبير جدا، أحيانا بتعمل كبت للطاقة بتاعت الطفل. أحيانا بتبقى الألعاب دي فيها جزء من العنف أو جزء من التركيز الزيادة اللي بيخلي الطفل بيبقى يحتاج أن هو يطلع طاقته بشكل عدواني، فأول ما بيسيب الحاجة اللي في إيده دي طبعا بيبقى عايز يطلع طاقته بأي شكل. لذلك إحنا دايما في المؤسسات التعليمية عندنا مشكلة كبيرة جدا، هي فكرة إن المدرسة ممكن تقول للأم مثلا الولد عدواني بشكل مش طبيعي، الولد بي 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 يعني بيعادي أصحابه بشكل مخليه مش عارف إن هو يبقى ليه أصحاب، وتيجي الأم في نفس الوقت تقول لك إزاي ده الولد هادي جدا في البيت. لا هو مش هادي ولا حاجة، هي الفكرة إن هو في البيت ماسك الموبايل على طول، فبيعمل كبت لطاقته الحركية اللي موجودة عنده وبيحتاج ان هو يطلعها بشكل كبير جدا وبفرط لهذه الحركة داخل المدرسة او داخل اي مكان فيه جمع ما بينه وما بين الاطفال. فبالتالي احنا على طول بنقوم مترجمين ان الولد عنده فرط حركة، لا هو دي بتبقى طاقة مكبوتة بالنسبة له محتاج ان هو يفرغ طاقته دي باي شكل من الاشكال، المفروض ان هو بيفرغها على مدار اليوم، فهو ما بيفرغاش على مدار يوم، هو ما بيفرغاش غير في مكان واحد بس، لان هو طول ما هو قاعد في البيت يا اما في اوضته يا اما قدام الموبايل يا اما قدام التي في، فبالتالي هيطلع الطاقه دي ازاي؟ واحنا زي ما قلنا في الاول بطبيعه الحال ده طفل، فطبيعي ان هو يكون عنده حركه. ففكره تخزين الطاقه دي واخراجها مره واحده بيدي للناس انطباع ان الولد ده عنده فرط حركه، وتلاقي المدرسين للاسف بدون علم او الاهالي بدون علم يقول لك ده عنده فرط حركه وتشتت انتباه، لا ده عنده ده هايبر اكتيف، وبيقولوا المصطلحات اللي هي بتعبر عن اضطراب او عن مرض، وهو الطفل بيبقى بريء من هذه القصه. هو المشكله بالنسبه لي ما هي الا مجرد روتين يومي خاطئ انا بتعامل بيه مع الطفل. طيب دكتور ده كده اللي مثلا ده طبيعه الطفل يعني او ان ده العادي، فانا ممكن ان انا افسره تفسيرات يعني تكون خاطئه حسب المصطلحات اللي ممكن نستخدمها. طب افرض مثلا في ضغط نفسي على الطفل يؤدي مثلا لتبول لا ارادي، لمشاكل تانية نفسيه، الاب والام ما يكونوش اخذين بالهم ان ده واقع تحت ضغط نفسي. لا احنا كده دخلنا في قصة تانية خالص. موضوع التبول الإرادي ده قصة كبيرة، أحيانا بيصاب بيها طفل فرط الحركة بسبب ان هو ممكن يكون ما عندوش التركيز الكافي حتى لفكرة ان هو يستجيب لعضلة التبول عنده، فبالتالي يعمل تواليت بسبب ان هو ماسك الموبايل كتير او ان هو منتبه لفيلم في التلفزيون او بنلاقي الحاجات دي كتير جدا، بدليل ان ممكن طفل فرط الحركة لو هو اصيب بموضوع التبول لا ارادي ده انه يكون ما عندوش يعني ما عندوش مشكلة هو نايم، على الرغم ان دي اكبر فترة او اكبر علامة تقول ان ده عنده فعلا تبول لا ارادي، فهو نايم لا ما فيش مشكلة ممكن يقوم ويدخل التواليت عادي. الله، امال وانت صاحي وماسك الموبايل في ايدك بتعمل تواليت او وانت بتلعب بتنسى نفسك لدرجة انك تعمل تواليت؟ دي مشكلة احيانا بتبقى عرضية مع فرط الحركة نتيجة ان هو ما عندوش الانتباه الشخصي الخاص بيه او عنده تكاسل تجاه ان هو يترك اللعبة اللي قدامه عشان يقدر ان هو يدخل التواليت في الوقت ده. في حالة زي دي يا دكتور ده نصنفه ان هو فعلا لازم نروح لمختص صح؟ طبعا في الحالة دي بيبقى نفسي، لان خلي بالك ان الموضوع التبول اللا ارادي ده ليه يعني اسباب كتيرة جدا ومش شرط ان هي تبقى نفسية، يعني احد اسبابها فكرة التكاسل في فرط الحركة، دي احد اسباب التبول اللا ارادي. احد اسبابها ان الطفل يكون عنده خوف مفرط، في اطفال لما تخاف زيادة عن اللازم يحصل لها موضوع التبول اللا ارادي. في اطفال ما بتحبش مثلا الضلمه، ما بتحبش الزعيق، تيجي مثلا تزعقي في طفل تبص تلاقيه حصل له موضوع التبول ده، وانت وده مش طبعه او مش طبيعته، فتستغربي هو كده الولد بقى عنده تبول لا ارادي ولا ايه.
وفي بعض الاسباب الاخرى بتبقى اسباب صحيه في الطفل نفسه. فالمفروض ان احنا اسهل حاجه بالنسبه لنا ان احنا نروح لطبيب الاطفال او طبيب الامراض التناسليه عشان اعرف ممكن يكون الطفل عنده التهاب في الاعضاء التناسليه، ممكن يكون مصاب ببكتيريا او بفيروس لا قدر الله، ممكن يكون عنده ارتخاء في عضله التبول، ممكن يكون ما اخدش التريننج الكافيه عشان يقدر ان هو فعلا يكون انسان طبيعي في هذا الشأن. ليه بقول التناسليه الاول؟ لان هي اسهل طريقه هتوضح بالنسبه لي ان الولد ما عندوش المشكله دي صحيا، فبالتالي لو لقيت ان المشكله دي مش موجوده عنده خلاص على طول عرفت ان هي كده نفسيه، لان النفسي المجالات بتاعته بتبقى اكتر شويه. طب يا دكتور، هل الطفل الوحيد اكثر عرضه من غيره بالاصابه بتشتت الانتباه وفرط الحركه؟ يعني دايما بنشوف انه الطفل الوحيد ممكن يصاب بحاجات كتير جدا لانه وحيد، يعني او بيبقى اكثر عرضه اكتر من غيره، فيعني الطفل الوحيد بيصاب اكتر من غيره ولا دي حاجه بتصيب الاطفال عامه؟ لا خالص، احيانا برضو ناس برضو زي حضرتك بيقولوا لا هو الطفل دايما الوحيد في الاسره بيبقى مصاب اكتر بان هو يبقى عنده توحد نتيجه ان مفيش تفاعل مع الاخرين، يعني دي مشكله وعكسها تماما اهو. لكن لا، خليني اقول لحضرتك ان روتين الحياه بالنسبه للاسره هو اللي بيتحكم في المشاكل او في الاضطرابات النفسيه اللي ممكن تكون عارضه، اللي ما تكونش متاصله في، يعني لو هي مثلا مش بسبب مشكله الرصاص او حاجه هو مش مولود بيها وفي مكتسب من مكتسبات الامراض النفسيه دي، بتبقى بسبب الروتين الخاطئ في الأسرة أو التربية الخاطئة في الأسرة أو عدم العلاج المناسب لبعض المشاكل اللي بتحصل داخل الأسرة. فدي ملهاش علاقة لا بترتيب الأبناء ولا بأن هو لوحده اللي موجود ولا أي حاجة، بدليل أن مشاكل كتير جدا ممكن تحصل مع طفل دونا عن بقية إخواته، وبتكون مشاكل غير متأصلة في الجسم ولا في الجين الوراثي ولا أي حاجة، وبتطرأ على الطفل نتيجة أن هو مثلا حد سنسيتيف أكتر، عنده حساسية مثلا زيادة. بمناسبة التربية الخاطئة دكتور، هو عادي أن احنا نتكلم قدام أولادنا في هذه الأشياء؟ يعني عادي أن أنا أتكلم قدام ابني وأقول أنه ابني مصاب بفرط حركة أو تشتت انتباه أو إحنا محتاجين نوديه المختص، ولا ده ممكن يسبب له أزمة أخرى أو يكتر الموضوع؟ لا 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 طبعا، برافو عليك، لا ما ينفعش اطلاقا ان انا اقحم الطفل في اي حاجه فوق مستوى تفكيره ده بوجه عام على فكره، فما بالك بالحاجه اللي تخصه هو. ولما اتكلم في ان انا بحكي عن مشكلته قدامه مع اي حد، ده بيؤصل الفكره بالنسبه له. على فكره ده مش في فرط الانتباه بس، ده حتى في المشاكل العامه، حتى مع الاطفال الطبيعيين لما بيحصل لهم اي انحراف سلوكي زي مثلا السرقه، الكذب، التبول المفاجئ، اي حاجه ممكن تطرا كسلوك منحرف مع الطفل وانا اتكلم فيها، فانا بأؤصل هذا المبدا. عشان كده احنا دايما بنقول يا جماعه ما حدش يتكلم فيه المشاكل الخاصة بالطفل قدامه ولا مع حد وهو يبقى عارف ان الحد ده عارف حاجة، ولا ان انا حتى اعبر بالكلمة السلبية. يعني لو الولد كذب في مرة مثلا لأي سبب من الأسباب، لازم ادور سبب الكذب ايه، لان هو مش هيكذب بدون سبب، لازم يكون في سبب خلى الطفل ده كذب. فقبل ما اتهمه بالكذب لازم ادور ورا السبب ايه. لكن لو انا قلت له ما تكذبش، الكذب 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 والكذب غلط والكذب عيب والكذب حرام، انا اصلت الكلمة السلبية. لكن الصح ان انا دايما اقول له خليك صادق، خليك انسان امين في كلامك، ما تخافش وقول لي في ايه. التعبير بالكلمه الايجابيه دايما هو اللي بيأصل فعلا المبدا الاخلاقي اللي انا عايز احطه في الاطفال. حتى لو مثلا لا قدر الله وفي مره لقينا ان حاجه معاه مش بتاعته مثلا، ما اقولوش ايه ده انت بتسرق، انت كده حرامي، انت عارف هيقولوا عليك ايه، انت إيه؟ انا اصلت المبدا السلبي جوه دماغ الطفل، غير لما انبهه ان ما ينفعش حد ياخد حاجه مش بتاعته، انت ترضى ان حد ياخد حاجه مش بتاعتك، شوف هو هيبقى موقفه ايه زميلك او زميلتك في المدرسه لما يعرفوا ان انت اخدت حاجه مش بتاعتهم. انا عارفه ان انت اكيد ما تقصدش واخلاقك مش كده واحنا ما ربيناكش على كده، بس لو سمحت لما ترجع بكره رجع الحاجه دي لاصحابك، تفرق كتير جدا. اللي هو زي ما بيقولوا انت لما بتقعد تقول لحد انت حرامي حرامي، انت بتحوله لحرامي فعلا، انت كذاب كذاب، بتفضل تحوله فعلا لكذاب بشكل مباشر. فلو سمحتوا نخلي بالنا من الحاجات دي، لا نقول مصطلح سلبي قدام الطفل، ولا نشتكي باي شكوى خاصه بيه، ولا نعبر عن اي مشكله خاصه باي طفل اساسا قدامه، لان ما بيكون الطفل اللي قدامك ده ذكي فيبتدي ان هو يستقي الشماعه اللي يقدر ان هو يحط عليها الشقاوة بتاعته بشكل أو بآخر. وارد جدا أن الطفل فعلا يتقمص مرض أنت اتكلمت فيه ويبتدي يطبقه في حياته، ودي تبقى طبعا كارثة كبيرة يعني.
احنا بنشكر حضرتك جدا دكتورة ولاء، نورتينا فعلا يعني، واستفدتي بمعلومات كتيرة جدا. اتمنى كل حد من المشاهدين يكون مثلا الطفل بيعاني من مشكلة من اللي اتكلمنا فيها النهاردة يستفيد من معلومات حضرتك وشرحك وتشخيصك لكل حاجة اتكلمنا فيها النهاردة. دكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية ومستشار التربية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، كنت معانا عبر ماسنجر. احنا بنشكرك جدا يا فندم، نورتينا. شكرا لحضراتكم وصباحكم جميل. نورتينا يا فندم، صباح الفل. مشاهدينا احنا بنشكر حضراتكم جدا، كانت حلقه جميله مميزه. طبعا عوده زميلي اندرو مرجان لصباح مين، نورت البرنامج يا اندرو، انا بشكرك جدا. بشكر فريق العمل الجميل خلف الكاميرات، شكرا جدا يا اندرو، دايما منور ومتالق. بشكرك جدا يا نرمين، وكنتي متالقه ومنوره، وبشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعه، وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم في حلقات قادمه، والى اللقاء.